كل حاجة حلوة، كل حاجة حلوة، كفاية التعامل معاه، كفاية أخلاقه واحنا في المسرح، قصدي واحنا في الكلمة واحنا على المسرح في السينما بتاعت الزاوية، فأنا كده مفتش في السينما بتاعت الزاوية، والناس بتسقف. قال الفيلم ده الحوار اللي كتبه الأستاذ وحيد واللي قالته نبيلة هو ده، فالناس سقفوا له. شوف التواضع بتاعه، شوف الجمال بتاعه، يعني الموقف. كل مواقفه معايا كويسة، مخرج عظيم، ما عملتش معاه إلا فيلم واحد بس، منتهى الأخلاق، منتهى الأدب، المعاملة الكويسة، التوجيه، كل حاجة حلوة فيه. وأنا يوم شفته من أسبوعين كان كويس جدا، كان كويس جدا. بس الغريب إن بعد الناس وسقفوا في المسرح بعد عرض الرقصة ده يسلم عليا، الغريب جدا 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 ان انا بسلم عليه ودخلت في حضنه كده وعيطت. الغريب جدا جدا جدا. كان بيمثل حضرتك؟ نعم. كان بالنسبه لحضرتك صديق ومخرج عظيم ومخرج كبير ومخرج يعني من المخرجين العظماء اللي موجودين عندنا اللي فقدناهم. محمد مايكل كان كويس قوي قوي، كان هو قوي في احسن عبد القدوس، كان بيتكلم عن الرقص السياسي، كنا بنحمل الرقص السياسي، هو حاجه عظيمه، منتهى الادب ومنتهى الاخلاق والفن الكبير، كل حاجه. الله يعافيك.